السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أمي تسليم. الفيديو بتاع دلوقتي يا جماعة عن واقعة إسماعيلية، الوصية الأخيرة لسفاح إسماعيلية يا جماعة عبد الرحمن دبور. إيه وصية عبد الرحمن دبور؟ طبعا كلكم عارفين واقعة إسماعيلية واللي حصل فيها، واقعة بشعة طبعا، كانت أول مرة تحصل يعني إن حد يطلع يقتل حد وبعد ما يقتله يمشي براسه في الشارع قدام الناس. طبعا وقع زي دي لازم الشخص اللي عمل كده ياخد اعدام، وفعلا خد اعدام يا جماعة، وفضل 5 ايام على تنفيذ الحكم في عبد الرحمن دبور بالاعدام شنقا. ايه هي الوصية يا جماعة بتاعت عبد الرحمن دبور؟ بعت لوالدته والاهل المجني عليه وصية اخيرة من جوه السجن. ايه هي الوصية دي يا جماعة؟ بعت بيقول لوالدته ان هو عليه ديون، عليه مبالغ مالية، يعني المبالغ يعني المبلغ كله بيتراوح من بين 1000 جنيه، يعني لكل شخص 50 60 70 جنيه. بعت لها وقال لها ايه سد الديون اللي عليا. بعت لها برضو بيقول لها تربي حمام فوق السطح عنده. بعت لها قال لها طلعي 10 جنيه في الجامع على روحي بعد ما اموت. بعت لها بيقول لها سامحيني يا امي على اللي حصل مني. بعت لاهل المجني عليه قال لهم سامحوني سامحوني على اللي انا عملته. مصدر جوه في السجن يا جماعه بيأكد ان عبد الرحمن دبور دلوقتي بقى بيصلي الوقت بوقته، بيطلب من اداره السجن قران وقصص انبياء، وبيقول لهم ان هو عايز يعني كتب من النوع دي يقرا فيها، وفعلا بيدوله. بصوا يا جماعه، انا والله يعني ايه مش متعاطفه ولا حاجه، بس الموضوع يعني ايه مش عارفه، يعني مش عارفه اقول ايه. انا مستنيه رايكم انتوا يعني متعاطفين معاه ولا مش متعاطفين معاه. طبعا ده قاتل، ومن قتل يقتل ولو بعد حين، لو حصل ايه اللي بيقتل بني ادم كده كده بيتقتل. فده يعني مش قادرة ان انا ايه يعني ايه اتعاطف معاه زي ما بيقولوا. انا مستنيه رايكم في التعليقات على الفيديو ده.